الحمد لله يا ربي، مقابله كنا نستناو فيها باش نرجعوا الصداره، ترو بوان مهمين خلونا الاولانيين. تو مازالوا زوج مقابلات اصحاب البرة، معناتها في جنوب افريقيا وفي سويسرلاندا. ان شاء الله ربي معنا، قاعدين نخدموا خدمه كبيره مع المدرب الجديد. ان شاء الله الجاي خير، وكما قلت لك وربي معنا. والله كما قلت معنا واحد عملنا الاهم، مازال المهم. ان شاء الله نقدموا معنا نفس المردود، كان قد نكوروا كما اليوم باذن الله، ان شاء الله نجيبوا الانتصار من غاديك بالذات. ما علينا كان نخدموا الجمعيه تو نعرفوها، ان شاء الله نقدموا مردود كما اليوم باذن الله تو نجيبوا الانتصار من جنوب افريقيا بالذات. ان شاء الله عرفنا كيفاش ندخلوا، كان متاكد لينا احنا معنا في سيونس دونترمون قاعدين نترينوا بالكدا، كان متاكد من معناها من ليكيب اللي قاعدين نخدموا بالكدا وباش نتصروا. الحمد لله انتصار معنا باقناع ونتيجه الحمد لله. لازم نخليه ساقينا في القاعة، مازالوا معنا زوج ماتشات البرا صعاب. ان شاء الله بقدر ربي نخدم على رواحنا وربي معنا ان شاء الله. حسام الدكدوك لاعب الشاب في السي اس اس، نلقاوك اليوم في اول مشاركه ليك قاريه في التشكيله الاساسيه. الحمد لله اليوم اول ثالث مشاركه لي في المباراه، الحمد لله المفيد 3 بوان جبناهم. ان شاء الله اخويا بارتيات الجاي ان شاء الله من احسن لاحسن، ان شاء الله ان نكملوا فرح جمهورنا 3 بوان هذوما يعني يخلونا في الصداره. ان شاء الله اخويا ربي معنا ولاباس ان شاء الله. هذا اليوم انتصار يعني عن كما شفتوا الناس الكل، هذا اللي عملنا انتصار به اليوم، فرحنا الجماهير نتاعنا، مش كان بونتويت برك، هذا اللي عملنا اداء به اليوم، انتصار خلينا في المرتبه الاولى كما قلت انت، ويعني وش خلينا اكثر ثقه ان شاء الله سي اس اس في الطريق الصحيحه باش نترشحوا ان شاء الله لكار. بالنسبه للمباراه القادمه عندكم فكره على ليكيب باش نتصور انه مستواها عادي جدا؟ بيان سور اللي عندنا فكره، ما كما تعرف يعني فكره ليكيبات اللي كي تلعب غاديك في بلادهم باش تلقى برشا ظروف خايبه، ماكش باش تلقى الظروف اللي تلعب فيها في صفاقس. ما محضرين لكل شيء، ماشيين غاديك نعرفوا علاش قادمين، وكما قلت لك السي اس اس نتصور بالماتش هذا برشا كونفيونس ولات عند الجوارات في الطريق الصحيحه بقدره ربي ان شاء الله. بالنسبه لمباراه اليوم السي اس اس مركز زوز بونتو على الاول، ممكن هو اللي سهل الطرح بالطبيعة، معناها خاصة ليكيبات هذوما كي تمركز لهم على الأول اللي يطيحوا وحتى مورالمون. ما إن شاء الله مقابلات الجاية كيما اليوم نقدموا مردود به، وإن شاء الله معناتها كيما قلت لك من الأوبجيكتيف نتاعنا لسنا الكاف، إن شاء الله الجاية خير وكو. أكيد ماتش تريز امبورتون، عملنا اللي علينا سواء كورة سواء ريزولتا، دونك الحمد لله رجعنا نورمالمون الأولانيين في البول نتاعنا. لازمنا نزيدو نكونفيرميو الشيء هذايا في الأفريك دو سود، دونك عندنا دو سومان ما علينا كان نخدمو على رواحنا وإن شاء الله الجاي خير إن شاء الله. بالنسبة للمباريات هذه أنت كلاعب شاب ممكن مش يخليوك أكثر تاخذ خبرة، والجوارات نتصور واقفين معاك. هاي جوارد كل واقفين معايا، جوارد كل يعاونوا فيا، كل يحكيوا معايا كلمه ديما كلمه باهيه. ان شاء الله اخويا من بارتين نتحسن، واني خذيت فرصتي وان شاء الله نظهر اللي انا عندي في ساقيه حاجه باهيه. وفات بارتي سي اس اس، غدوه مع المنتخب حمص. غدوه ظهالي نمشي المنتخب، غدوه ظهالي نهار اثنين، ظهالي تو ساي تويت يعني صفحه مع سي اس اس، غدوه نركز مع المنتخب ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب نهار الاحد وناخذوا 3 بوان تاعنا باش خلينا نترشحوا ان شاء الله للكوب دافريكا. بالنسبه لمباراه المنتخب مش كون ما يسال كونتر المنتخب المصري في اول جوله. صحيح ظهالي شنو نلعبوا كونتر المنتخب المصري، ما نشانش نحكي عليه، ظهالي وصيف بطل افريقيا، باش يكون ماتش صعيب في رادس ان شاء الله يشوفوا يعني عرس كروي، وان شاء الله 3 نقاط تكون من نصيبنا ان شاء الله. مساعد مدرب النادي الصفاقسي عبد الكريم النفتي، السي اس اس اليوم حقق الانتصار واسترجع الصداره، ونجم نقولوا زوز بونتو اللي جاوا على بكري هما اللي سالوا اللقاء. والله الحمد لله راهو زوز بونتو ما جاوش بسهل، اوكي فما البونتو لون تاع سوكاري فيه ريوسيت كبيره الحمد لله، فهمت، اما جاء بعد عمل، شوفوا الكره وين خذاها، خدمنا عليها، خذاها ورا لي دو بيفو ديفونسيف، وغادي خدمنا عليها برشا نقطه ضعف الفريق المنافس ما بين اللينيو ديفونسيف والميليو تيران. نقول اللي فرحانين به نتيجه واداء، الاداء قاعد يتطور من مباراة لمباراة، ثلاثة مباريات أداء نشوفوه يتطور، هذاك الأهم، تجيب النتيجة نزيد نفرحوا أكثر. بالنسبة للسي اس اس اليوم في التشكيلة زوز ملاعبية شابين اليوم، حسام دكدوك وفيرس شوار. الكرة ما فيهاش عمر، الكرة فما لا بيرفورمانس، زوز يستحقوا يلعبوا لعب عمره 21 عمره 39 عمره درا قداش، البليز امبورتون فما اداء، استحق اليوم يلعب دكدوك وقدم مباراة ممتازة، الشوات قدم مباراة ممتازة، الحباس يجي، فما صغار اخرين جايين، كرة ما فيهاش عمر، فيها خدمة، فيها بيرفورمانس، العطاء نتاعك هو اللي يخليك تلعب ولا ما تلعبش. مش نحكيو على مباراة الروتور، بالنيفو نتاع ليكيب هذه نجمو نجيبو 3 بوان من غادي. بيان سور احنا راهو كل مباراة حتى المباراة اللي فاتت كونتر مودية لعبنا على الانتصار. لكن ما استغليناش
لي مومون فور نتاعنا فهمت وما قعدناش وما حافظناش في 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 في, في لي مومون يعني يعني الخايبين نتاعنا. نقول انا ان شاء الله ديما نلعبوا الانتصار وان شاء الله ربي يوفقنا. بالنسبه لغياب حسام بن علي اختيار فني ولا من الهيئه المديره؟ شوف فما ديسيبلين نتاع جروب كامله وكهو لازم نطبقوه.